بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم أبناء الطلبة معنا في درس جديد من دروسنا في مادة علم النفس النمو. طبعا نقدم لكم دروس هذه المادة من خلال مدرسة أوريان الافتراضية. بعد أن أنهينا كتابنا علم النفس النمو، سنبدأ مرحلة جديدة في هذا الكتاب. في هذه المرحلة سوف نعيد مراجعة الكتاب، ولكن على شكل أسئلة اختبار. نبدأ هذه المرحلة بالدرس 51. سيكون اليوم درسنا عبارة عن أسئلة اختبار من الصفحة 9. طبعا نموذج الأسئلة كالعادة هو عبارة عن 3 زمر. الزمرة الأولى هي عبارة عن سؤال أجب به صح أو خطأ عن الأسئلة التالية: الشعور هو التجاوب مع الآخرين ومشاركتهم أنشطتهم، صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة خطأ. السؤال الثاني: قسم واتسون الشعور إلى 3 مناطق، صح أم خطأ؟ إجابة خطأ. السؤال الثالث: الأحاسيس التي لا يشعر بها إلا صاحبها تسمى الشعور، صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة صح. السؤال الرابع: منطقة برد الشعور هي ما تدركه وتشعر به الآن، هل هي الإجابة صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة صح. السؤال الخامس: منطقة ما قبل الشعور هي الخبرات القديمة المتراكمة، الإجابة هل صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة خطأ. السؤال السادس: منطقة اللاشعور هي الخبرات القريبة التي يسهل تذكرها، صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة خطأ. ننتقل إلى السؤال السابع: منطقة اللاشعور تتضمن خبرات سلبية أو إيجابية وهي لم تكن مهمة في حياتنا ويصعب تذكرها، صح أم خطأ؟ الإجابة صح. السؤال الثاني: الدور الاجتماعي هو إقامة علاقة إيجابية مع الآخرين وإظهار القدرات لتحقيق الأهداف، صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة خطأ. السؤال التاسع: الاندماج الاجتماعي هو متفق عليه ضمنيا، صح أم خطأ؟ والإجابة خطأ. السؤال العاشر والأخير في هذه الزمرة، وهو: ما يقره المجتمع من أنماط سلوكية خاصة بشريحة اجتماعية أو جنس أو سن معين يسمى دور اجتماعي، صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة صح. ننتقل للزمرة الثانية وهي عبارة عن اختر إجابة صحيحة من بين مجموع الإجابات. السؤال الأول: التجاوب مع الآخرين ومشاركتهم أنشطتهم هو ما نسميه ألف الشعور
باء الاندماج الاجتماعي، جيم كل ما سبق خاطئ. طبعا الإجابة الصحيحة هي باء الاندماج الاجتماعي. السؤال الثاني، قسم الشعور إلى ثلاث مناطق، هو ألف فرويد، باء واتسون، جيم كل ما سبق خاطئ. الإجابة الصحيحة هي ألف. السؤال الثالث في هذه الزمرة، الأحاسيس التي لا يشعر بها إلا صاحبها تسمى ألف الشعور، باء اندماج اجتماعي، جيم دور اجتماعي. الإجابة الصحيحة هي ألف تسمى الشعور. السؤال الرابع، ما تدركه وتشعر به الآن يسمى بمنطقة ألف بؤرة الشعور، باء الشعور، جيم اللاشعور. طبعا الإجابة الصحيحة هي ألف يسمى بؤرة الشعور. السؤال الخامس، الخبرات القديمة المتراكمة هي منطقة ألف ما قبل الشعور، باء بؤرة الشعور، جيم اللاشعور. السؤال السادس، طبعا بالنسبة للسؤال الخامس، الخبرات القديمة المتراكمة هي منطقة، الإجابة الصحيحة هي جيم اللاشعور. السؤال السادس، الخبرات القديمة التي يسهل تذكرها هي منطقة ألف اللاشعور، باء بؤرة الشعور، جيم ما قبل الشعور. الإجابة الصحيحة هي جيم ما قبل الشعور. السؤال السابع، المنطقة التي تتضمن خبرات سلبية أو إيجابية لم تكن مهمة في حياتنا ويصعب تذكرها هي ما نسميه ألف اللاشعور، باء الشعور، جيم ما قبل الشعور. طبعا الإجابة الصحيحة ألف تسمى اللاشعور. السؤال الثامن، إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين وإظهار القدرات لتحقيق الأهداف هو ما نسميه ألف الدور الاجتماعي، باء الاندماج الاجتماعي، جيم كل ما سبق خاطئ. الإجابة الصحيحة هي باء الاندماج الاجتماعي. السؤال التاسع، ما يقره المجتمع من أنماط سلوكية خاصة بشريحة اجتماعية أو جنس أو سن معين يسمى ألف دور اجتماعي، باء اندماج اجتماعي، جيم كل ما سبق صحيح. طبعا الإجابة الصحيحة هي ألف دور اجتماعي. السؤال العاشر والأخير في هذه الزمرة، الملائمة بين الظروف الاجتماعية والمشاعر النفسية للفرد وبين الإطار الاجتماعي المحيط به يسمى ألف التكيف، باء السلوك، جيم التوافق. طبعا الإجابة الصحيحة هي جيم التوافق. ننتقل معكم إلى الزمرة الثالثة والأخيرة، وهي عبارة عن توصيل بين جدولين. صل من المجموعة الأولى ما يناسبه من المجموعة الثانية. المجموعة الأولى في القسم، في هذا القسم مؤلفة من 5 عناصر تقابل 5 عناصر، وهناك أيضا مجموعة أخرى أو قسم آخر مؤلف أيضا من 5 عناصر تقابل 5 عناصر أخرى. نبدأ في هذا القسم. 1، التجاوب مع الآخرين ومشاركتهم أنشطتهم هو يقابلها
الانجماع الاجتماعي. الفكرة الثانية، قسم الشعور إلى ثلاثة مناطق، مقابلها ألف فرويد. السؤال الثالث، الأحاسيس التي لا يشعر بها إلا صاحبها تسمى دال الشعور. ما ندركه أو ما تدركه وتشعر به الآن يسمى منطقة، مقابلها هاء بؤرة الشعور. الفكرة الخامسة، الخبرات القديمة المتراكمة هي منطقة، مقابلها جيم اللاشعور. أما بالنسبة للقسم الثاني من الجدول، أيضا قسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى الخبرات القديمة التي يسهل تذكرها هي منطقة. هذه الفكرة السادسة، الخبرات القديمة التي يسهل تذكرها هي منطقة، قبلها جيم ما قبل الشعور. أما بالنسبة للفكرة السابعة، المنطقة التي تتضمن خبرات سلبية أو إيجابية لم تكن مهمة في حياتنا ويصعب تذكرها، تقابلها دال اللاشعور. الفكرة الثامنة، إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين وإظهار القدرات لتحقيق الأهداف هو، يقابله باء الاندماج الاجتماعي. الفكرة التاسعة، ما يقره المجتمع من أنماط سلوكية خاصة بشريحة اجتماعية أو جنس أو سن معين يسمى، مقابلها هاء دور اجتماعي. الفكرة العاشرة والأخيرة، الملائمة بين الظروف الاجتماعية والمشاعر النفسية للفرد وبين الإطار الاجتماعي المحيط به يسمى، يقابلها ألف يسمى التوافق. بهذا نصل معكم أبنائي الطلبة إلى نهاية درسنا هذا اليوم، إلى أن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. تمنياتي لكم كل الفائدة والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.